نبدأ جولتنا مع صحيفة الوئام السعودية التي عنونت موتورولا تطور شاشة هاتف تصلح نفسيا تلقائيا. تعكف شركة موتورولا على تطوير شاشة عرض للهاتف الذكي قادرة على إصلاح نفسها بنفسها، وذلك بحسب المعلومات الواردة ضمن براءة اختراع حصلت عليها الشركة مؤخرا، حيث تحاول الشركة إلى حد ما حل مشكلة انكسار أو انخداش أو انحناء شاشة الهواتف. وإلى صحيفة الخليج التي عنونت حقنة تهزم الشيخوخة والتحفيز الانتقائي يمحو الذكريات. فتح عالم بيولوجي روسي بابا لطاقة متجددة للشباب بعد أن حقن نفسه ببكتيريا عمرها 3.5 مليون سنة، عثر عليها مطمورة تحت جليد سيبيريا ولها القدرة على وقف نمو الخلايا حسب ادعائه. بينما توصل علماء أمريكيون إلى طريقة لمحو بعض الذكريات السلبية من الدماغ البشري عن طريق التحفيز الانتقائي لمناطق معينة، حيث يتم تعطيل قنوات الاتصال المستقرة بين الخلايا المسؤولة عن تذكر ذكريات متنوعة. صحيفة النهار اللبنانية عنونت اكتشاف أسماك تعيش بدون أكسجين لمدة 5 أشهر. اكتشف فريق من العلماء أن السمكة الذهبية وسمكة الشبوط بإمكانهما أن يعيشا من دون أكسجين لمدة 5 أشهر، وذلك لأن خلاياهما تنتج الكحول. وأضاف العلماء أن تلك الأسماك تعيش في المسطحات المائية في شمال أوروبا وآسيا، حيث يتجمد الماء في فصل الشتاء، لذلك يفترض عليها البقاء على قيد الحياة أشهر عدة من دون أكسجين. إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت كويكب ضخم يمر على مسافة قريبة من الأرض في الأول من سبتمبر المقبل. قالت وكالة ناسا الأمريكية إن كويكبا ضخما سيمر في الأول من سبتمبر على بعد 4,400,000 ميل من كوكبنا. ووفقا لناسا تعد هذه المرة الأولى التي يقترب فيها كويكب بهذا الحجم من الأرض منذ أن بدأت الوكالة الفضائية لأول مرة بتتبع الأجسام القريبة من الأرض. وإلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت واي فاي أسرع ب100 مرة من المستخدم حاليا. تمكن باحثون أمريكيون ولأول مرة من إرسال إشارات الفيديو باستخدام موجات تيرا هيرتز عالية التردد بدلا من موجات الميكروويف التقليدية. وتسمح تلك الموجات للبيانات بالانتقال عند حد 50 جيجا بايت في الثانية، وهذا يوفر سرعات تصل إلى 100 مرة أسرع من الحد الممكن للوصول إليه في يومنا الحالي.